بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا هي تكبراتو هي تودداتو ارحمتم تبتاتا اهتنا وندموشي الله سبحانه وتعالى السلام إذن رحمته بالله جبت بلنا انت لا يهون إن شاء الله تعالى. انقلي بالله يونا فيديو أطري عليكم فيديو لك كاي لاتشو نبب إن شاء الله أولم تكتبتلو تعالى لاتشو فيديو عن الزيولة تمرتو من دنو الله سبحانه وتعالى بقرآنه كأرش بلاي مهونون كأرش بلاي يتلادل مهونون ينقرن آي بلو بليلة قد يممتو صوي تشالو الله موجود بلا مكان الله يالبوتا الله يملو تعالو لنسا مرسوچن كفلان دزاري كربي الله تشالو بقرآن الله كحديث مالكنو إن شاء الله تعالى استنسون تكتات لبقى من ملس سياسة مروس آناتو جن قناة تاداقيو جن سناتو جن الله يالمنو بوتانو يالبلو سياسة مرو يدمت عالونا نسون تكتات لبقى من ملس إن شاء الله. الله موجود بلا مكان. 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 እንግዲህ ቪዲዮን እንደተከታተላችሁት እንግዲህ አይታችኋል ሱብሃንአላህ አላሁ መውጁዱን ቢላ መካን ብሎ ነው ልጆቹ ምጮት የሚያስተምሩ አስተማሪ አላቸው እስቲ እነት የሚሉት ንግግሩ እነት ነው አይደለም ከቁርአንና ከሐዲስ ጋር እንዴት ይታያል ብሎ አብረን እንመለከታለን ማለት ነው ኢንሻአላህ كقرآن انجمرا لن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى كهلهم بلاي يمهنون يمقلس القرآن لمس عليه سورة الأعلى لابن ملكة الله سبحانه وتعالى من أعلى من الآن سبح اسم ربك الأعلى الله سبحانه وتعالى كلاي يهونون سمون أحطرا بلون أمرو سبح اسم ربك يجيت عن سم أحطرا مانا الأعلى كلاي هنا يبلاي هنا جيتها أوسع أطرى إلى الله سبحانه وتعالى يبلاي كلاي يبلاي هنا جيتها إيالنا يبلاي مالت سنقري بسلطانهم بوقتهم ببوتهم بهلهم نقر يبلاي هنا الله سبحانه وتعالى نقري متعبتالن بوقتهم بذاتهم ويدمون ديو بأكالم الله سبحانه وتعالى كذي بلاي مهونون إن شاء الله نمت أبتها لن أن لن مالت نبارك الله فيكم نقري قتلوا الله سبحانه وتعالى هين كالب ولا رسول الله عليه وسلم منالو ولما نزل قال إيتي آية سبح اسم ربك الأعلى يمتلو آية كورلج ولا رسول الله عليه وسلم منالو اجعلوها في سجودكم اتشين بسجود أست آدر قواتالو لنا منالو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى بلن سجود له عندنا درك عززون مالتنو بليلة آية الله سبحانه وتعالى بمتوقع آية الكرسي مراف هلت كطر هلت مطوحة مسامس تلاي الله عفوا إن شاء الله السلك زبيونن وسع كرسي السماوات والأرض يملو سورة الكرسي كا وسع كرسي السماوات الله سبحانه وتعالى منبرو كسماينا كمدر يسفانو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يود حفظهما الناس متبكم آكتهم الله سبحانه وتعالى وهو سوء العلي العظيم كهل بلاي تالك نو إلى المال الله سبحانه وتعالى كهل بلاي تالك نو إلى كهل بلاي سبال الدري كفطر كمنهم كمنهم بلاي الله سبحانه وتعالى تالك نو إلى بلاي سبالهم الله كهل بلاي مهونو يا سيال مالته ببوتهم بوقتهم بمنهم مالتنا إن شاء الله درزرون ما دابت على ليلة لاي الله سبحانه وتعالى من الله إن الله كان عليما كبيرا الله سبحانه وتعالى كهلهم بلاي تلك يهونا جيتانو يلال نقدي
حديثه أنهم الله كهلهم بلاي مهونون ياسايل بلاي 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 يلا ينجر يهدنهم على سنو تمام قتلوا الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ربنا رقي هنا هلو أواكي يهونا جيتانو نا السو كهلهم بلاي يهونا جيتانو إلى الله سبحانه وتعالى بليلة سورة سورة الحديد مرافع مساسبات قطور سورة سلا هو الأول السو يمجمرانو كالسو في ثمن من لبرم والآخر عندهم دمو كريونا يمجرشانو الله سبحانه وتعالى كالسو على من ممكر يلم والأول والآخر والظاهر والباطن الله سبحانه وتعالى كهلهم بلاي كهلهم يمتاي يهونا جيتا نو إلى الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء أنت كهلهم بلاينو كانت بلاي منهم يلم بلو رسول صلى الله عليه وسلم دعاتون يا درقو نبر مالتنو انقري الله سبحانه وتعالى كهلهم بلاينو كتبالة الله كأرش بلاي مدلادلو دمو يتلاي قرآننا حديثو جيمة تعلو أو نيايينا جوان قصوش منه الله كهلهم بلاي مهونونو بوقتهم يون بذاتهم بذاتهم مالت انديو بأكالو مالتنو كهلهم بلاي مهونون ينقرنا مالتنو إشي كهلهم بلاي كهون الله سبحانه وتعالى أو نم كهلهم بلاي الله سبحانه وتعالى كأرش بلاي مدلادلو منا قرو حديث جنا قرآنو جن النالل الله سبحانه وتعالى سورة الأعراف لا من الآن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يا الله سبحانه وتعالى جيتاي جويل الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام سمعنا مدرم بسدست كان يفتره جيتانو ثم كزادمو استوى على الأرش كأرش بلاي تدل الدل جنال المالتنو بزون ديانت أنكسوش قالوا إن شاء الله عند سوستارات أيتنا الفعلن بليلة سورة سورة يونس مراف أسر لا بن ملكة ليلال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يدبر الأمر الله سبحانه وتعالى يا بسدست كان سمعنا مدرن يفتر سيهون هلنم بلايهونو يميستنا بابر الله سبحانه وتعالى لو ثم استوى على الأرش كزام الله سبحانه وتعالى كفتر بوالا كأرش بلاي تدلال الله سبحانه وتعالى من الال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها يا الله سبحانه وتعالى السنة رفع السماوات يتجين سماي يا نسانو بغير عمد ترونها ان انت بما تملكت يهونا عمود يعني ترونا بغير عمد مرت يا لمن مصوصو ان انت ما تعت مصوصو بما تعت مصوصو الله سبحانه وتعالى كف يا درجاتنا وعلنا ثم استوى على الارش كزم الله سبحانه وتعالى كارش بلاي تدلدل يلنال الرحمن على الارش استوى يا الرحمن كأرش بلاي تدلدل يلل الله سبحانه وتعالى بليلة سورة الله سبحانه وتعالى منال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دون الله من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله سبحانه وتعالى سمعنا مدرن بمكاكلا يشو يالو تنبس الدستك أنا توجي يفترسيون كزام كعرش بلاي يتلدلنو ما لكم من دونه قال الله سبحانه وتعالى وجه أن أنت ولي ولا ردات اللاجم ولا شفعين عندهم دمو شفعين مهون اللاجو أما لا جلاجم أفلا تتذكرون التاستندنون وإلى الله سبحانه وتعالى أهون زيتك منه الله كأرش بلاي تدلدل كأرش بلاي تدلدل الرحمن كأرش بلاي تدلدل إيالن إسكزي إيانقرن مدى مالتنو إشي إنكتل لنا ليلة حديث الملكات قرآنينا الكاينو باكينو النام إستي حديث الملكات من دون نملو وفي حديث أنس في فضل الجمعة وتسميته في الآخرة يوم المزيد الحديث بطوله وفي آخر قال وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على الأرش سلا جمعة فضل سياورو نبرنا أنس مالتنو حديث أنس يزقبوتنونا سلا جمعة فضل تروفاتون إياورو سالة سلا جمعة إياورو منالو
وهو يا جماعة كان اليوم استوى فيه ربك على الأرش يا جيتاه الله سبحانه وتعالى كارش بلا يتدل الدلبت كأنه ألو مج جماعة هنا ديس وقد رواه الشافعي في مسنده وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن خزيمة وغيرهم النزيم قدي بحديث لا أسكمت أوتال مالتنو هين زقب أوتال مالتنو الشافعي زقب أوتال في مسنده وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة وست خزيمة انديوم يتلا يوليلوج هين زقب أوتال مالتنو من الله سبحانه وتعالى جماعة كان ثم استوى على الأرش يا كارش بلاي تدلدل كان مهونو أسكمت أوتال مالتنو ليلان يو حديث وعن أنس نعونم أنس باورت حديث لا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني أن ديالو على إذا جمع الله تعالى الخلائق حاسبهم فيميز بين أهل الجنة وأهل النار الله سبحانه وتعالى فطور سسبسب يوم القيامة سسبسباتشو حاسبهم لمن لحساب حساب بلو إدمو لتسحسباتشو بلو الله سبحانه وتعالى سسبسباتشو علو فيميز بين أهل الجنة والنار يجنة سوچنا يأسات سوچي هونوزن الله سبحانه وتعالى يفرق أو يميز يالا يا ياتشوال بچالا بچا يادر قاتشوال كذابو على وهو تعالى في جنته الله سبحانه وتعالى بجنة هونو على عرشه كأرشم بلاي هونو الله سبحانه وتعالى هين درقيتون يادر قال مالتنو قال محمد بن عثمان الحافظ هذا الحديث الصحيح محمد بن عثمان الحافظ منالو هذا الحديث الصحيح بلوت الحديث مالتنو تمام انقريد زي حديث لا ينو من دلو الله سبحانه وتعالى كأرش بلاي مهونون إياسا ينو مالتنو للان يو وان قتادة ابن نعمان قتادة ابن نعمان بعور تحديث لا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه صلى الله عليه وسلم سمعنا مدرن يتلي أي فطور كفتر بوالا كعرش بلاي تدلدل علو رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري إن حديث الخلال في كتاب السنة بمبال كتاب وسط بإسناد صحيح بتكلين سند من هنا على شرط البخاري من دوم بشرط البخاري من هذا الرقع صحيح يتزقب حديثنا والله سبحانه وتعالى فطورا نجوم كفتر بوالا كعرش بلاي تدلدل الله كعرش بلاي مهونون إياساين نو مالتنو هي حديث بدو حديث تتشالو عند بعدنا تشالل إن شاء الله ليلا نيو وعن ابن عباس رضي الله عنه تعالى عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن خلق السماوات والأرض يهوديا ونج ودى رسول الله عليه وسلم متونا سل سماينا مدر أفتاتر تأيق واجو كذب على فذكر حديثا طويلا رسول صلى الله عليه وسلم رجم يونا حديث أكسل لاتشونا قالوا ثم ماذا يا محمد إيش كذب على اسمين تكسته يا محمد ويالو قال ثم استوى على عرشي كذب على الله سبحانه وتعالى فطور كفتر ابو على مالتاتشونو استوى على عرشي كعرشي بلاي تدل عدد برسله قال أصبت يا محمد لو أتممت ثم استراح انت ونتمت الناقر كونة جيتاك كو دك موت عرف مالتنو قلوا قالوا النزا يهوديانوش كذا فغضب غضبا شديدا رسول الله عليه وسلم بتعم تنددنا بتعم تقطنا كذا بولا الله سبحانه وتعالى فأنزل الله تعالى الله كذا بولا يتشن أنكسع والرجل سورة ال طاف مرافع مسا قطر حمسا لاي اندي مغالت اورد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب سمعنا بدرا بمقاقل اتشالوتن بس الدستك انفترنا اتشو كالزام بوالا كعرش بلاي تدلا دلق وما مسنا من لغوب كعرش بلاي مدلا دلي دكاما قنتون سايهون بجرع شم دكام ألاقين يملا الله سبحانه وتعالى نعم سمعنا مدر كسمك أكل سفتر الله سبحانه وتعالى كسأرش بلا يتدلدلو دكمو سايهون من دكام ما قنيو يهون فطاري مهونن
በዚ አጋጣሚ ይገልጽልናል ማለት ነው ኢንሻአላህ በሌላኛው እንግዲህ ይሄን ሐዲስ ያውን ተናገርኩት እስናዱ የተናገርኩላችሁ ይዳለው አንድ አንዶች የለል አድርጎ ስለምመለከቱ ማለት ነው رواه ابن مندي والحاكم والصحيح في اسناده البقال ضعفه ابن معين ابن معين بتشاهد عند ضعيف عيد حديث قال رواه ابن منده والحاكم والصحيح ان ذي حاكمنا منده منالو صحيح هو حديثه بلوتان مالتنا وان ابي رزين عقلي قال ابي رزين عقلي مبارس دمو منالو قلت يا رسول الله اين كان ربنا قبل ان يخلق السماوات والارض ازيك تز بلا تكره ستاچو ادمطوي الله اشك مفطرو بفيت يت نبرت هذا منام بلو نزي احباشوچ اوارا يا نسال بو زوغزي تادا الله كارش بلاي كتدرادله ارشي سايفطر بفيت يت نبره الله بمالت يناغرالو لذي نو الله سبحانه وتعالى يا لبوت الله بلو يمياروت ايو عند روزين ابن العقيل مبالو ما عندهم تاكالاچو ابو روزين عقلي مالت وهو لقيت ابن صبره مبال صحابي نو تواقي صحابي يهونه نو لا تقريب التهذيب كما مبالو كتاب لا تقمته نو تواقي صحابه نو لا ي صحابه مناله يا رسول الله عليهو اين كان ربنا جيتاچي يت نبر قبل اي يخلق السماوات والارض سماينا مدرن سايفطر بفيت يت نبر الله سبحانه وتعالى بلو ستيق قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في اعماء ما فوق هواه وما تحته هوا هي معناته من كان في اعماء مالت ليس معه شيء منم قال الله قال نبرم يعني معناته سماينا مدر كمفطروا بفيت منم كسوغا النبرم تادا من نبر كبلاو كسرو من نبر بمبالو تادا منالو ما فوقه هوا كالله سبحانه وتعالى بلا نبرو هوا نبر من بعدو نقر نبر من ما نبرم كسو بلا وما تحته هوا كسرو من نقر النبرم الله كسرم كلاو من نقر النبرم من كبفترو بفيتالو ثم خلق الأرش فاستوى عليه كذبو على عرش فترنا كعرش بلاي تدلدل قالوا رسول الله عليه وسلم رواه ابو داود وابن ماجه ابو داود انا ابن ماجه حديث زق بوتال وقال الذهبي اسناده حسن الذهبي منالو حديث حسن نالو ورواه الترمذي وحسنه ولكن لفظه وخلق عرشه على الماء ترمذي حسن حديثه بلو ولكن لفظه قن مندنو እንዲምለው ثم خلق العرش يمله وخلق عرشه على الماء نبر الى له مال ترمذي ደሞ ማለት ነው فاستوى عليه ከዛ በኋላ عرش በላይ ተደላደለ حديثه صحيح مهونون አስቀምጦታል ማለት ነው تمام ይሄን ከተስማማና አሁን ምንድነው الله سبحانه وتعالى سمانا مدر كمفطر وفيت منم كسو بلا نبرم كسو بتاچم ينبره ነገርለም ከዛ በኋላ الله سبحانه وتعالى عرش فطرنا كعرش بلاي تدلدل ይለናል ማለት ነው اوكي ወደ ሌላኛው حديث نلف وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذه بيده فقال رسول صلى الله عليه وسلم ابو هريره مناله رسول صلى الله عليه وسلم يازنينا بإجاجه انديالو منالو يا أبا هريرة أنت أبو هريرة وي إن الله تعالى خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش يوم السابع أنت أبو هريرة وي الله سبحانه وتعالى سماينا مدرن بمكاكلة جوالو بسدسك انفلترنا بسبعتن يوقن الله سبحانه وتعالى كأرش بلاي تدلدل تمام قالوا الحديث بطوله رواه النسائي في تفسير سوره السجدة من سننه الكبرى في سوره السجدة واستلى ثم استوى على الارش يملوا لاي اسقمطوت الحديث معناته النسائي يسقمطوت في تفسيراته لاي وفي اخضر ابن عجلان قال الذهبي والثقه ابن معين وقال ابو حاتم يكتب حديثه ولينه أزدي وحديثه في سنن الأربعة وهذا حديث غريب من أفراده تمام بلين أن يوم الله سبحانه وتعالى كهل بلاي مهونون
የሚያስቀምጥ ከሁሉም በላይ መሆኑን አሁን አርሽ ላይ መደላደሉን አይተናል ተማም አርሽ ላይ መደላደሉን አይተናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሁሉም በላይ መሆኑንም አይተናል አይደለ ሰብሕ ስመ ረቢከል አዕላ ብለን አይተናል ተማም ወሲዐ ኩርሲዩ ሰማዋት ብለን አሊዩል ሐኪም አሊዩል ከቢር ብለን አይተናል አይደለ አላህ ከበላይ መሆኑን በዛቱና በውቀቱም የመሆኑን እናለም ብያቸዋለሁ እስቲ እነው አላህ ከሁሉም በላይ መሆኑን ምን ይላል الله سبحانه وتعالى اندلال قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده الله سبحانه وتعالى كباراوچو بلاينو الله كباراوچو بلاينو ይላል بلاينو ከተባለ እንጂ እንግዲህ ታች ነው አይደለም ቦታ የለም አይባለም بلاي ከተባለ ከላይ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው በሌላኛው ሱረቱል ኢህሳን ላይ እንዲላል يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون طافون سوره النحل نايلو مراف 16 قطر 50 لاي يخافون ربهم جيتاچون يفرالو مان يا الله بارا يهونو جيتاچون يفرالو من فوقهم كبلايچو يهونه الله اي الله يبلايچونن جيتا يفرالو ويفعلون ما يؤمرون يتعززوتم نجر يسرالو يادرقالو يلنال معناتنو በሌላኛው ሐዲስ ላይ በሐዲስ መጣ ولما حكم سعد بن معاذ سعد بن معاذ በበኒ ቁረይዛ ውስጥ ሲገዛ ወይ ደግሞ በዛ ውስጥ ሲያስተዳድር በነበረበት ጊዜ የምጋደሉትን ሲገር ለነበረ እንዲሁም ደግሞ የነሱን ዝርያቸውን ህዝቦቻቸውን እንዲሁም غنائمዎችን የተለያየ ነገር غنيمه صادر كنبره مركونيا سيادرغاچو بنبره غزي غزباچو تلايو نغر رسول الله عليه السلام منالوت قال له النبي صلى الله عليه وسلم انديالوت لقد حكمت فيهم بحكم الملك انت بنغس حكم ويدمو طبب ويدمو حق رول بنس مكاكل رول ادرغال بهج فردال استدادرالالوت يمان انتن لك اندا من فوق سبع ارقى لك كسبعه سماء اندال لغيتا الله سبحانه وتعالى السباس قمت معناتاچو نو لك السباس قمتو نغر انت قط ادرغ نسون استدادر حلالو جن يا ملك غيتا وي دمو يا حاكم يت مهونو نو اسقمتو الملك يت نبر معناتنو يا غيتا من فوق سبع كسبع سماواتوچ بلاي مهونون እዚህ ሐዲስ ላይ አስቀመጡት ማለት ነው تمام وفي اللفظ من فوق سبع سماوات سبع ارقى منه بل الى لفظ ላይ سبع سماوات ማለት ነው ከሰባት ሰማይ በላይ ማለት ነው ان شاء الله وفي صحيح البخاري እዚህ ጋር ان شاء الله እቺን ሐዲስ ብቻ ጨምሬ እጨርሳለሁ وفي صحيح البخاري በትክክለኛ البخاري ሐዲሳቸው ላይ በተቀመጠ صحيح البخاري ሁላችሁም ታውቃላችሁ عن انس بن مالك كان انس بن مالك يتورى حديث رضي الله عنه قال كانت زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم انديت النبر رضي الله عنها تفتخر تكرى نبر تفتخر مالت تكرى بتشاون يعني تفتخر من بالال تمصادق اند مالت نو تكرى نبر بمن دون متكرى على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بنبي صلى الله عليه وسلم استوچ لاي ትኩራ ነበር ትፎክርባቸው ተፍተኺር ማለት ትፎክራለች ነው ትክክለኛ አማርኛው ትፎክርባቸው ነበር ምን ብላ زوجكن اهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات الله اكبر ين حديثكم بتشان بنملكت الله كعرش بلاي مهونون غلصنا غلص ادرغو ያስቀምጣል ምን አለችው እናንተኮ ቤተሰቦቻችሁ እኮ ነው ንካ ያሰሯቸው እኔ ግን الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات كسبات سمات بلاي هنا جيتا نكا عصرين لال الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد وطرا زوجناكها الله لو تناقر زيد تتوات سهيد الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم انتي اقبوت ادرقاتشو مالتنو سلسي ازيش قا زينب الله يتمونون تناقرج فوق سبع سماوات كسبات سمات بلاي مهونون اسكونا لينو حديث لاي الله سبحانه وتعالى بوتا منورون ايتنال يت كعرش بلاي كباراو تشو بلاي كعرش بلاي مدلادلو كسبات سمات بلاي مهونون اياتشو
سبعت مدر ما لكو كسبعت مدر بتاعه لالومكو وين كيمين كقولنا لالومكو على قطعة شمالت فوق سبع سماوات كسبعت سماوات بلايون جيتا نكا عصرين يالتشو رضي الله عنها وأرضاه إن شاء الله تعالى زاري كفل عند الزلاي أقومنا أونم حديث بتفاصيل عند بعد الله سبحانه وتعالى كارش بلاي مهونون إنها للمالتهم أيها الأحباشيون نانت أحباشي تشوي الله سبحانه وتعالى يتمم صومانم آكنا منا الله كتتها من قل لا يمراتشو اندي أنا تقلس هونو صحيح حديثو تشي يالا الله يالا بوتا اللي بلاتشو ستموقتو اتقوا ربكم إن شاء الله تعالى قيتاتشون فرو تكلين حديثون صحيحون حديثو تشن تملكتو لاتشو اللون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.